أنا أقول أنه مقصر، جميعنا مقصر، حتى إيران مقصرة. أما في من ناحية الدعم بالكلام فما شاء الله الكل انظر الى الحاله القطريه نعم. تبدو واضح بانها حاله شذت عن اسمح لي عن الطابع الخليجي العام. بماذا شذت؟ بان كان لها موقف بالكلام ولكن يعني بالفعل ماذا فعلت؟ يعني هو ربما المقصود هي القبله بالكلام مشاعر الراي العام فقط. ايضا قمت اللوحه الدعم المادي فشلت ذريعا. بالعكس من الذي الكويت كانت اكثر فائده. افشلها العرب، هذا هم طبيعتهم. وايران كان لهم. تعال تحدث عن قطر، لماذا قطر تقف دائما في الصف الايراني؟ ببساطه لان هناك خطر ايراني وتهديدات ايرانيه على قطر بشان حقول غاز الشمال. تصريحات الخبراء الايرانيين في تشاتام هاوس هنا في لندن، في اجتماعاتهم التي تمت، تصريحات حتى الرسميه ويمكن ان تبحث عنها في جوجل، عن ان قطر تاخذ من حصه غاز الشمال اكثر من ايران، وانها سوف تستنفذ هذا البئر قبله، وان قطر مدعومه بالغرب لسلب وسقة نفس ادعاءات صدام حسين في حكايه حقل الرميله تعود الان في حقل الشمال. لا موجود بتصريحات رسميه وموثق. لا اقول ما هو يعني هناك الان لذلك يخشى القطريون من ايران ويدغدغون مشاعر ايران ويضغطون في الحضن الايراني. حميد اذا سمحتم لي، لانه الدكتوره سميره عادت الينا، دعنا نسمع منها اجابه. دكتوره سميره لا ادري اذا استمعتي لسؤالي وهو حول انه اذا كانت الدول الخليجية تشكو من إيران، لماذا لا تأخذ هي الدور الذي تقوم به إيران وهذه الورقة ورقة دعم المقاومة، لماذا لا تقوي صفها الداخلي كما قال السيد عبد العزيز الخميس، وأن المشكلة مشكل داخلي يجب أن تهتم دول الخليج وبدل من أن تبذر هذه الأموال هنا وهناك في بناء ديمقراطية حقيقية، في تنمية حقيقية، هذا كله سيكون أفضل رد على ما سميتيه أنت بالسياسة الباطنية الإيرانية إذا كانت هناك سياسة باطنية موجودة. اسمح لي، هذا ليس بشأن الإيراني، الشأن الداخلي العربي بعمومه سواء البحريني أو غيره ليس بشأن الإيراني. هناك ديمقراطية في البحرين وهناك ديمقراطية عشرات المرات متقدمة على الديمقراطية المزعومة في إيران، ونحن نعلم تماما ماذا يحدث داخل إيران وليس هذا، ولكن هذا ليس بشأننا أن نكتب به أو ندعي أو نقول هذا شأن إيراني. هذا ليس ماذا عن دعم المقاومة؟ ماذا عن دعم المقاومة دكتورة سميرة؟ دعم المقاومة المزعومة من قبل إيران. لا دعيك من إيران. إيران فهمنا إذا كانت مزعومة، لكن عن البحرين ودول الخليج. اسمح لي أخي، هناك مفاوضات وهناك اتفاقيات سلمية بين الفلسطينيين وفي الشأن الفلسطيني مع إسرائيل، وهذا شأن فلسطيني يديره الفلسطينيون. ما يحدث في غزة هناك فيه تلاعب كثير وتلاعب إعلامي كثير، وما يحدث في جنوب لبنان وبزعامة حزب الله المدعومة من إيران، كل هذه الأمور تدخل ضمن اللعبة الإيرانية على المنطقة العربية عموما. لا يصدق عقل عاقل أن إيران تدعم العرب لتحرير فلسطين. هذه الادعاءات ما عادت يعني يقبلها عقل عاقل. منذ متى؟ منذ أن كان وزير الخارجية الإيراني في إسرائيل ليلة بدء الغارات الإيرانية على بغداد من سنة 1980، عندما كان هناك يتفاوض على شراء السلاح لمحاربة العراق. يعني حتى الأخبار أخبار أم هذا يدخل ضمن الحرب أو الاحتلال الإيراني للعراق اليوم؟ هذه يا دكتورة الإيرانية يجب أن تكون واضحة للشعب العربي. يا دكتورة يعني دكتورة طيب دكتورة أي مقاومة عربية. إذا دكتورة إذا أخذت منك يا دكتورة في نهاية الحلقة، يعني حتى أترك فرصة للتعليق لضيوفي، مستقبل العلاقة الإيرانية العربية كيف ترينها؟ إذا من الجانب العربي حقيقة العرب يحاولون أن يكونوا بالمستوى الدولي بدون يعني، وهذا ما نشاهده حقيقة، بدون سياسات ملتوية، يحاولون أن تكون العلاقات مع إيران علاقات
استراتيجية، وهناك دعوة عربية أن تكون إيران يعني عمق عربي إسلامي. لماذا إيران تأخذ هذا الموقف؟ لا تقول لي أن المقاومة أن هي السبب، لأن العرب لا يساندون المقاومة في إيران تقف هذا الموقف. بالجانب العربي هناك حقيقة دعوة أن تكون العلاقات شرعية وجيدة وقوية مع إيران لتبقى كتلة إسلامية واحدة في المنطقة في مواجهة كل ما هو خطر على المنطقة. ولكن لا يعني أكمل، لكن هذا بسرعة يا دكتورة. نعم، النوايا الإيرانية واضحة تماما، وما يحدث في العراق بأيدي إيرانية وباحتلال إيراني كامل للعراق خير شاهد وخير دليل أخي. شكرا. يجب أن يكون اسمح لي لأكمل. أنا للأسف لم أسمع معظم الحديث ولم أسمع أسئلتكم، ولكنني بحرينية وأنا اليوم أتكلم من على الأرض، أرضي من أرض البحرين. هذه الادعاءات الإيرانية خطيرة وتمارسها بنفس الاستراتيجية الصهيونية في للوصول إلى احتلال فلسطين، وهي ادعاءات. دكتورة سميرة، واضح أنه لا مستقبل لعلاقات على الأقل يبدو في الأفق كما رسمتها أنت، ويبدو أن الصورة قاتمة جدا. عدت لاستعمال إسرائيل من جديد، وقد رد عليك السيد حميد. أرجو أن لا نعود لمسألة إسرائيل، أنت رديت على هذه النقطة. إذا أنا كنت بحرين لم كنت أعطي صوتا للانتخابات الآتية للدكتور سمير رجب، لأنها خالية من المعلومات السياسية حتى بشأن الإيرانية وكذلك علاقاتها مع الدولة الصهيونية، وحتى على قضية مكفرلين وإرسال الأسلحة إلى إيران وكونترا ونيكاراغوا. يعني هناك كثير من القضايا، يعني أنا أبدو بأن إذا أحد يكون نائب في مجلس ومجلس وزين كمجلس البحرين يجب أن يكون دارك السياسة. طيب، ولكن بالنسبة للعلاقات المستقبلية هي ليست معنا، لذلك لكن يعني بالنسبة للعلاقات المستقبلية بالضبط. يعني أنا أعتقد بأن ما تفضل فيه الأخ عبد العزيز، أنا عندي رؤية خاصة، وهذه الرؤية كانت موجودة لدى الإيرانيين سابقا وتكرر على أكثر من لسان مسؤول. أولا، ترتيب أمن المنطقة يجب أن يرجع إلى دول المنطقة، يعني الدول التي تأتي من الخارج ولديها مسافات كثيرة، هم لمصالحهم ينظرون إلى مصالحهم ولا إلى مصالح دول المنطقة. إذ كانت الترتيبات الأمنية للمنطقة يراجعها دول المنطقة وتشملها جميع الدول الموجودة في منطقة الخليج الفارسي، العراق وحتى اليمن، هذه الترتيبات الأمنية والدول تشارك في ضمان أمنها، ستكون هناك يعني أمبريلا أمنية كاملة وواسعة لجميع الدول يستطيعون أن يشاركون ويقوون العلاقات الموجودة. إيران تقدمت مرة أو مرتين بهذه القضية، ولكن هناك تراجع أو تخوف من الدول العربية. قلت أن هذه المخاوف هي ليس مخاوف عربية، هذه مخاوف مفروضة على الدول العربية، لأن إذ تكون هناك لأن إذ يكون هناك أطراف خارجية، يعني النقطة الموجودة بأن إذ يكون هناك اتفاق عربي إيراني حول الترتيبات الأمنية، يعني مصالح الدول الغربية في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان ومنطقة الشرق الأوسط تكون مغلوقة، وهذا ليس لصالح الدول الغربية. ولهذا الدول الغربية يسعون إلى نشأ هذه الخلافات وحتى تضخيم الدور والتخوف من الطرف الآخر للطرف الآخر. يعني حتى في إيران هناك اتجاهات غربية يأتون على بعض المزاعم الموجودة لدى الأعراب بالنسبة للعلاقات. ولهذا أعتقد إذا الدول الموجودة في منطقة الخليج الفارسي لم يأتون لترتيب بيتهم الأمني بأنفسهم، الدول الغربية هم الذين يستفيدون من الوضعية الموجودة في منطقة الخليج الفارسي. طيب جميل، أستاذ عبد العزيز الخميس، هل من أفق لعلاقات صحيحة ومبنية علاقات تكافؤ واحترام مبدأ دول الجوار كما يقال؟ لا يمكن أن تكون هناك علاقات تكافؤ في بين دول الخليج المطلة على الخليج العربي إلا أن تكون هناك قوى متساوية ومتوازنة. لذلك الدول العربية المطلة على الخليج العربي عليها أن تكثف نشاطها لحيازة القوة والقدرة العسكرية التي تكون تردع أي أطماع مستقبلية. النظام في إيران أثبت بجدارة أن لديه أطماع ثابتة، وبالتحليل التاريخي للشعارات وللقومية الفارسية المنتشية
بالقوة في إيران تجعل من أو تجعل على حكومات الخليج العربي الضعيفة والمتهالكة الآن بأن تدعم نفسها وتدعم قوتها بعودتها إلى مواطنيها وبشاعة الديمقراطية في المنطقة وإشراك المواطن الخليجي في الحكم، وإلا تستأثر بالحكم.